برنامج الإصرار برنامج مرة مهم بالنسبة لنا في الشركة. لدينا الآن تقريباً 4000 موظف ما شاء الله، وكل واحد عنده قصة إصرار في حياته. كل سنة بنشوف تميز في قصص موظفينا من الاجتهاد والنجاح والمثابرة. أنا فيصل أيمن من المدينة، بفضل الله ثم بفضل ماكدونالدز أنا قدرت أسوي كل هذه الحاجات وهذه الأهداف. اسمي عبد الله أحمد سليمان، حققت النتيجة وأفضل من اللي كنت أتوقع. كل سنة بنكتشف أنه في قصص مدفونة وتجي فرصتهم أنهم يشاركوا قصص نجاحهم. نصيحتي إذا عندك قصة نجاح فشاركها.